المعاناة بالكل المعاناة في فلسطين. فلسطين والإنسان الفلسطيني بشكل عام والطفل الفلسطيني بشكل أكثر خصوصية بل وأكثر ألما، أصبح رمز لمعاناة الإنسانية على مستوى العالم، رمز للمعاناة الحقيقية، المعاناة الذي يحاط بها الإنسان الفلسطيني، طفله يعاني من كل الجهات، يعاني لأنه لا يستطيع أن يذهب للمدرسة لأن المدارس ضربت، وإن ذهب يقتل لأن المدارس تقصف، وإن أصيب يذهب للمستشفى فلا يجد مكانا فيعالج على أرض باردة، وإن عولج تقصف المستشفى، حتى وإن استقل سيارة إسعاف، حتى وإن بقى في بيته فلم تعد هناك بيوت، حتى وإن نصب خيمة ليبيت فيها ليلة ولو واحدة يقتل. انقذوا الأطفال من الموت، معاناة الصحفي الفلسطيني الزميل أنس النجار بعد سنوات طويلة من إنجاب بدون إنجاب، رزق الزميل أنس بتوأم أمير وفرح. أمير وفرح هذا التوأم الجميل، ملائكة بين البشر، وتلك هي عادة الأطفال، لديهم الكثير من المشاكل الصحية. أنس النجار يبحث عن المساعدة، أنس النجار يريد أن يرسل أطفاله إلى مصر العظيمة، الأم والشقيقة والرائعة مصر. الكل أتى إلى مصر والكل يأتي إلى مصر وسيأتون. زميل عزيز صحفي الفلسطيني أنس النجار، أهلا بيك. أهلا وسهلا فيك، الله يسعد مساك ويسعد مساء كل المتابعين والمشاهدين. أهلا يا حبيبي أنس، يعني قل لي أخبار الولاد إيه؟ أخبار التوأم إيه؟ والله الحمد لله نحاول نكون بخير، يعني هم حاليا إحنا أنا وكل العيلة، يعني أنا وأهلي نازحين في خيمة في مواصل مدينة رفح، هاي المدينة أو هاي المنطقة اللي جيش الاحتلال الإسرائيلي أنظر المواطنين هم يتوجهوا لها، لأنه الأماكن الثانية ستصبح ساحة قتال. ولكن ما يحصل الآن هو عكس كل ما يروج له الجيش الإسرائيلي من ساعات الصباح الأولى، ومدينة رفح تتعرض لقصف عنيف. آخر قصف كان قبل ربع ساعة من الآن لمنزل يعود لعائلة أبو عكر في مدينة رفح في منطقة تل السلطان. قبل ساعتين من الآن كان هناك استهداف بجوار الحدود الفلسطينية المصرية، وفي هذا الوقت كان هناك عدد من شاحنات المساعدات وسائقين مصريين متواجدين في المعبر خلال لحظات هذا القصف. ناهيك عن التهديدات المستمرة باجتياح مدينة رفح من قبل الجيش الإسرائيلي، هذه المدينة متواجد فيها حاليا قرابة 1.5 مليون من سكان مدينة غزة، نتحدث عن أكثر من نصف سكان القطاع متواجدين الآن في مدينة رفح، والجيش الإسرائيلي يهدد بدخول مدينة رفح ويهدد بعملية عسكرية في مدينة رفح. الأولاد صحتهم الأولاد صراحة أنا خليني بس أشرح لك القصة. تفضل. الأولاد أجون عن طريق الحقن المجهري أو الزراعة، يعني أطفال أنابيب حبيبي، بعد سنوات من التأخر الحمد لله على كل حال. ولدوا ولادة مبكرة، كان وزن الطفل فيهم 1.3 كيلو، قعدوا فترة في الحضانة، كان عندهم مشكلة في الجهاز التنفسي، يعني الحمد لله أمير ابني للأيام هذه كل فترة والثاني لازم يقضي فترة في المستشفى بسبب المشاكل اللي عنده. كانوا بياخذوا حليب خاص وغذاء خاص لأنه كان وزنهم قليل جدا. اليوم بسبب الحرب مش متوفر أي شيء في الصيدليات، يعني أنا مستعد أدفع عشرات أضعاف المبلغ اللي أنا أدفعه للأكل الخاص به والحليب، ولكن مش موجود. فبضطر للأسف إنه أي شيء متوفر إنهم ياكلوه، وهذا الشيء متعبهم كثير ومتعبني كثير معاهم.
كل يوم والثاني وانا مخدم على المستشفيات. يعني اما حبوب بتظهر على جنودهم او امراض النزلات المعويه او امراض الجهاز التنفسي. فصراحه يعني انا خايف عليهم كثير 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 يعني. وهم مثال بسيط للي بصير مع الاطفال الفلسطينيين في قطاع غزه بشكل عام. والحمد لله على كل حال. طيب ايه ايه اللي بتقترحه؟ ايه اللي انت عايزه يا انس؟ انا صراحه يعني اللي انا عايزه انه بدي اطلع فيهم على مصر. ليش؟ لانه انا يعني مش حتغلب في اي شيء ممكن اجيب لهم اياه. يعني الاكل الخاص فيهم حيكون متوفر، الحليب الخاص فيهم حيكون متوفر، لو حدا فيهم لا قدر الله تعب في مستشفى تستقبله. اليوم المستشفيات اللي احنا عندنا بس بتستقبل الجرحى ومش قادره كمان للجرحى. فاي اي حاله بتروح للمستشفى مش جريحه ومش مصاب يعني بقول له بعينك الله تحمل. احنا في وضع يلا نقدر نتعامل مع الجرحى والمصابين اللي بيوصلونا. فللاسف ما في اهتمام بالمرضى اللي بيجوا على المستشفيات. في مرضى كثير بعانوا في غزه. فانا بدي اطلع فيهم على مصر لهذا السبب، انه انا الاقي الغذاء الخاص فيهم، الحليب الخاص فيهم، زي ما حكيت لك لو لا قدر الله حدا تعب فيهم اقدر اوفر له رعايه صحيه في اي مستشفى. بعد الشر عنهم يعني. انا بس هستاذن زميلي عبد العظيم مخرجنا الرائع جدا يحط لي الصوره بتاعه انس وهو شايل امير وفرح على الشاشه الكبيره دي كده وتبقى جنبنا. لا اريد ان نترك الصوره بعيدا عن اعين ملايين المشاهدين يا حبايبي. دي صورتهم وهم لسه صغيرين هنا. ده الاستاذ امير لعله يصير صحفيا هماما زي ابويا انس. ان شاء الله نعمل ذلك يعني. أنس يعني يا زميلي ويا صديقي، معاناتي مثل معاناة كثير من الأطفال. فأنا يعني بناشد كل حدا بيقدر إنه يطلعني أنا. ويعني أنا كنت أول إشي لو أطلعهم هم وزوجتي، ولكن زوجتي صغيرة في العمر ما بتقدر تتعامل مع الوضع هذا في الغربة لحالها. فإنه أنا بناشد إنه أي حدا بيقدر يطلعنا بيعمل فينا معروف ويعتذر الأطفال هذول يعني زي أطفال. أكيد ومما لا شك فيه. وأنس يمكن أنت عارف أن احنا هنا يعني برنامج التاسعة ده في القناة الأولى المصرية وهي القناة الرسمية لجمهورية مصر العربية ومن داخل مبنى ماسبيرو العظيم والعريق. ثق أن صوتك يصل 100%، صوتك يصل. وإحنا من باب الزمالة ولكن من قبلها أيضا الإنسانية إحنا هنساعد في إيصال هذا الصوت وفي هذا الطلب. ولن أصفه أبدا برجاء حتى وإن كان رجاء الأب لأجل أبنائه، ولكن اعتبرها يعني طلب الأخ والزميل أنس إلى أشقائه أصدقائه المصريين. نحن نقدر ندخل أمير وفرح ينوروا مصر. أمير إن شاء الله. هذا الشاب الوسيم الرائع، رجل صغير بكرة نشوفه رجل كبير ورائع وناضج في فلسطين المستقلة بأمر الله سبحانه وتعالى. فرح نشوفها ست البنات، ما تقلقش يا أنس ما تقلقش. شكرا لكم. يعني كل فلسطين في عينين المصريين. والله المصريين على راسي من فوق. العفو العفو فضلين علينا دائما. العفو أنتم في عينينا. صراحة يعني كل كلمات الشكر ما بتوفيكم والله. لا يا حبيبي، ما فيش حاجة اسمها شكر ما بين الإخوات أبدا، عمرها ما حصلت ولا هتحصل. على رأسنا وإحنا هنتواصل معاك وبإذن الله الصوت يكون وصل، وبإذن الله إحنا هنساهم أكتر في إيصال الصوت وإيصال طلبك بإذن الله، ونجدهم إن شاء الله موجودين عندنا منورين مصر بأمر الله سبحانه وتعالى. شكرا زميلي العزيز أنس النجار الصحفي الفلسطيني من الأراضي المحتلة.